للحديث أكثر عن استمرار سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية رغم تعهد الكاظمي بفرض سيطرة الحكومة وإداراتها على المنافذ وتحجيم دور الميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي. دكتور عبد السلام، بداية أهلا بك، لماذا تتشبث الميليشيات بالسيطرة على المنافذ الحدودية في العراق؟ حياك الله أخي العزيز، تحية لك وتحية لجميع مشاهدي قناة الرافدين. من المعلوم أن جميع المنافذ الحدودية في العالم تعتبر مصدر رئيسي من مصادر الدخل الوطني والتحكم بحركة البيع والشراء وتوريد البضائع ومستلزمات الحياة والإنتاج للدولة. لذا عندما تتحكم الميليشيات بهاي المواقع فإنها تسيطر على جزء كبير من الموارد المادية التي تستخدمها لديمومة بقائها وتسلطها على هذا البلد. هذا من جانب. أما من جانب آخر فإنها تنفذ الأوامر اللي تصدر لها من جهات هي تأتمر بأوامرها وتسهل عمليات عبور الأشخاص والبضائع والمواد المطلوبة كما يحلو لها. نعم. وكما يحدث الآن، حيث ينتقل الأشخاص وكل ما يتطلب من إيران إلى سوريا بمختلف الأوقات. الميليشيات تقدم نفسها على أنها فصائل مقاومة ضد الإرهاب، ما هي علاقة المنافذ الحدودية بمهمات المقاومة بين فارزتين لهذه الميليشيات؟ أخي العزيز، من المعلوم أنه إيران الآن تعاني من حصار اقتصادي مزعوم عليها من قبل الولايات المتحدة. نعم. بنفس الوقت تحتاج إيران إلى منفذ أو منافذ لإدامة زخم تواجدها في سوريا. لذلك أوجدت هذه الفصائل الموالية لها بأن الساحة العراقية والمنافذ الحدودية هي شريط أو خط العبور إلى الساحة السورية واللبنانية. نعم. وتوحي لهم بأنه هذه الساحة هي ساحة واحدة وتتطلب أن يكون هناك تواصل لتأمين هذه الساحة. فالمنافذ اللي تربط إيران مع العراق والعراق مع سوريا وسوريا مع لبنان يجب أن تكون مسيطر عليها من قبل هذه الفصائل. فنشوفهم أو نراهم يتبجحون بأن وجودهم هناك هو لتقوية محور المقاومة وتعزيز قتالهم، لكن لحد الآن لم نعلم هم لمن دا يقاومون. هل دا يقاومون إسرائيل؟ إسرائيل دا تقصف بشكل يومي كل مواقعهم اللي يتواجدون فيها، ولم نشاهد إطلاق طلقة واحدة من قبلهم على إسرائيل. فلذا هم يستغلون اسم المقاومة ويسيطرون على هذه المنافذ من أجل منافع مادية لديمومتهم. نعم. سيد عبد السلام، باعتقادكم هل هناك أهداف سياسية وهل هذه الأهداف مدفوعة من الخارج كما يرى كثيرون؟ بلا شك هناك أهداف سياسية تسعى إلها هذه الميليشيات ومن يقف خلفها، حيث تريد إيصال رسالتها إلى الولايات المتحدة أننا نحن أقوياء ونحن من يمسك بالحياة السياسية والاقتصادية بالعراق. نعم. إيران تقول هذا وينفذها الفصائل التي تأمر بأمرها، وأيضا رسالة إلى الحكومة العراقية أنه من يتحكم بموارد العراق اللي تزود إيران بما يحتاجها غير آبهين بالحصار الأمريكي علينا. وكذلك هاي الميليشيات هي أقوى من الدولة بالعراق، وما حادثة إلقاء القبض على عناصر من ميليشيا حزب الله في الأيام القليلة الماضية هو دليل صادق أن الحكومة أضعف من أن تكون بمواجهة هذه الميليشيات، وهي اللي تتحكم بالدولة وليست العكس، الدولة تتحكم بهذه الفصائل. من بغداد كنت معنا عبر الهاتف الباحث والكاتب السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي، شكرا جزيلا لك.